خطورة الإدمان، مش بس خطورة الإدمان لكن كيفية علاج الإدمان بشكل عام في المجتمع. في مجهود كبير بيقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، وبيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية طبعا من انتشار فيروس كورونا المستجد في كل المؤسسات سواء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. عدد مرضى الإدمان اللي استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق اللي هو 160-23 خلال فقط 10 شهور من عام 2021 وصلوا ل 116,566 مريض إدمان جديد. ده غير طبعا متابعة كل اللي ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق طبعا، وكذلك المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن. خلونا نتعرف أكتر عن مجهودات الصندوق والخدمات اللي بيقدمها سواء للمدمنين أو بشكل عام للتوعية، توعية المجتمع من مخاطر الإدمان وكيفية علاج الإدمان، مع الأستاذ مختار رمضان وهو مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. أستاذ مختار أهلا وسهلا، صباح الخير. يا أهلا بحضرتك وصباح الخير عليك. صباح الخير. وإحنا فعلا موضوع الإدمان على طول بنناقشه كل فترة في هذا الصباح. عايزين نعرف من حضرتك العشر شهور اللي فاتوا والعدد الكبير اللي اتقال ده من عدد المدمنين او الاشخاص اللي كانوا بيعانوا من الادمان تواصلوا مع الصندوق، هل ده كان الهدف من او ده كان المستهدف في هذه الفتره الزمنيه؟ هل العدد كان اكتر من توقعاتنا؟ وايه الجديد اللي شغالين عليه حاليا في صندوق مكافحه الادمان؟ بشكر حضراتكم على هذه الاستضافة الكريمة، وأحب أقدم لكلامي أن أنا بجد سعيد جدا جدا باهتمامكم بمشكلة المخدرات. مشكلة المخدرات أحد أهم المشاكل اللي بتواجه المجتمع. مشكلة المخدرات بتتوجه لأقوى شيء عندنا وأكتر حاجة بنملكها هي العناصر الموارد البشري. مشكلة المخدرات بتهدد فرص الدولة في التنمية، لذلك فإحنا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بيقود الصندوق جهود خفض الطلب على المخدرات من خلال أكتر من ملف بنمسكهم بشكل متوازي. أول ملف وده أشهر ملف هو ملف التوعية والوقاية الأولية. إحنا عندنا ما يقرب من 32,000 شاب متطوع مصري منتشرين في كافة محافظات الجمهورية بيقوموا بتقديم الرسائل التوعوية لنظائرهم من الشباب، لأن الرسالة بتوصل من الشاب للشاب بشكل أسرع. صحيح. عندنا حملات توعوية إعلامية بشكل سنوي بنعملها بمشاركة شخصيات عامة في المجتمع، يمكن من أشهرها كانت الحملة اللي عملها النجمة محمد صلاح واللي كانت ليها مردود أكثر من رائع. بنتوجه للفئات الأكثر عرضة للمشكلة في كافة الميادين المتاحة، مصانع، المدارس، الجامعات. عندنا بيوت للتطوع في كل تقريبا في كتير من الجامعات الحكومية. توجهنا ببرامج مخصصة لبعض الفئات زي فئات ساكني المناطق العشوائيه المطوره، مناطق البديله العشوائيات، ونجحنا نجاح كبير في الوصول لهذه الفئه. بس بجانب الجانب التوعوي اللي هو مهم جدا ووقائي مهم جدا، كمان الصندوق في الفتره الاخيره بيتوجه تحت محور الكشف المبكر، بالتوجه بشكل مباشر بحملات مفاجاه للكشف عن التعاطي. وأبقى سعيد جدا جدا أن أنا أتكلم على أحد هذه الملفات، هو ملف الخاص بفئة موظفي الدولة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وفرصة كويسة جدا جدا نتكلم النهاردة على أن يوم 15-12 تاريخ مهم جدا لازم يبقى في ذهن كل عامل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لأن هذا التاريخ هو تاريخ تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021 وسريانه، واللي هيقضي بإنهاء خدمة كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وهو يقوم بإدارة مرفق عام للدولة. عايزين نعيده مرة تانية بعد إذن حضرتك عشان دي نقطة فعلا زي ما ذكرت في منتهى الأهمية. 15-12-2021 إحنا القانون صدر وصدق عليه رئيس الجمهورية وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16-6-2021. والقانون عشان الإجراء اللي فيه خطير ومهم جدا فدى 6 شهور لتوفيق الأوضاع لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة. أي حد عنده مشكلة للمخدرات يتوجه بالاتصال بالخط الساخن للصندوق 16-023 اللي حضرتك تشرفت يعني تفضلت بذكر الرقم بتاعه، ونأكد عليه تاني 16-023. هنا بمجرد الاتصال بالرقم ده والبدء في دخول منظومة العلاج، الموظف أو أي شخص بيحمي نفسه من أي طائلة للقانون أو أي مسؤولية جنائية أو إدارية.
طيب. الخط الساخن موجود على الشاشة لو أحد يعني المشاهدين ممكن يتواصلوا مع حضراتكم في الصندوق، لكن أنا عايز يعني أركز تحديدا على هذا القانون يا أستاذ مختار. فلسفة القانون، فلسفة القانون اللي أصدر في شهر يونيو الماضي، هل هي فلسفة عقابية، فلسفة ترصد للموظفين المدمنين أو بتعاطوا مخدرات، ولا هو فلسفته في تعديل سلوك الموظفين؟ ممتاز جدا وبشكر حضرتك على السؤال ده. فعلا فعلا من أهم النقط إحنا كرجال قانون بنبص عليه أثناء وضع القواعد القانونية هي فلسفة القاعدة. فلسفة القانون ده بشكل واضح هي حماية الأبرياء المتعاملين مع المرافق العامة للدولة. كتير في الفترة الأخيرة كنا بنسمع عن حوادث في مرافق حيوية زي السكة حديد وغيرها وغيرها، وبيضيع بسببها كتير من المواطنين. بشكل واضح المخدرات تؤثر بشكل مباشر على إدراك البني آدم، قدرته على تقدير المسافات، وبالتالي أصبح قيادته لأي آلة أو أي مركبة أكثر عرضة لارتكاب الحوادث. على الأمور كمان مليون في المية، مليون في المية.